إلى جانب بقى كمان يعني مدى أو حجم قوة الفريق سيمبا التنزاني اللي أكيد إن شاء الله كلنا هنشوفها مع بعض بكرة من خلال المباراة، وإلى جانب يعني شوية تفاصيل كده متعلقة يعني ماتش بكرة وأكيد هنتكلم فيها في سياق حلقتنا النهاردة، برضو بيكون في دايما مساحة كافية لوجود عوامل أخرى هيواجهها النادي الأهلي بكرة إن شاء الله، زي ما قال طبعا كابتن سامي قمصان في تصريح مؤخرا لي. طبعا النوع ده من الأمور أو العوامل دي بتزود من صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني، خصوصا تفصيلة زي درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية في تنزانيا، وطبعا ده اللي بيسعى النادي الاهلي لتفاديه، عشان كده كان قرار صائب جدا فكره ان هم يروحوا مبكرا الى تنزانيا عشان يتعايشوا مع الاجواء ومع حاله الطقس اللي يعني اقل وصف ليها ان هي مختلفه كل الاختلاف عن الجو موجود عندنا هنا في مصر. بالظبط، الجهاز الفني كمان بقياده باتشو موسيماني المفروض بيضع جوانب من التكتيك والفنيات عشان يقسم المران ده على فترات لتفادي طبعا متغيرات الطقس، الطقس هناك مختلف تماما، يعني احنا بنتكلم هنا شتاء هناك صيف جدا. الكابتن سامي قمصان كمان اكد جاهزيه جميع اللاعبين للمباراه، خصوصا ان التحضير بدا مبكرا بدراسه هنا الفريق المنافس من خلال الفيديو، كمان في ثقه في كافه عناصر الفريق، وده يمكن نقدر نقول ظهر بشكل كبير في مباراة المريخ السوداني الأخيرة في دور المجموعات اللي كلنا أكيد تابعناها. نروح بقى للأب اللي دايما بيكون مهتم ودايما بيتابع أولاده أول بأول، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على إجراء مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة النادي الأهلي في تنزانيا للإطمئنان على الفريق وعلى كافة إجراءات الإقامة وانتقالات البعثة واللاعبين استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني غدا إن شاء الله. من جانبه أكد محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تواصل دائم معاه باستمرار للإطمئنان على البعثة وعلى كافة الترتيبات يومية للفريق في تنزانيا. كابتن محمود الخطيب نقل أمنياته وأمنيات مجلس إدارة النادي يعني لكل اللاعبين وللجهاز الفني وثقته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، وأوضح الضماطي أن كافة ترتيبات البعثة تسير على النحو الأمثل من حيث الالتزام والانضباط. طبعا دي حاجة احنا متعودين عليها دايما في كل معسكر من معسكرات الفريق الداخلية وحتى الخارجية.